عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. وهذا يفيدنا بفوائد أن الناهي هنا قريب النسب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد ثبوت هذا النهي، وأن هذه السنة ليست محصورة في ثبوتها في فرد من أفراد آل البيت، بل جاء عند سعيد بن منصور في سننه أنها ثابتة عن الحسن بن الحسن، بدليل قصة الحسن بن الحسن مع رجل كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه. والحسن بن الحسن علل فإنه ذكر حديثا لهذا الرجل، وهذا الرجل اسمه سهيل ابن أبي سهيل، قال له قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم ذكر العلة لتتمة الحديث، وهي تؤكد ما بوبه المصنف رحمه الله في نهاية الحديث، ثم قال: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. من هو أبوه؟ الحسين. عن جدي. من جده؟ علي بن أبي طالب. والعجب أن هذا السند كله راجع إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عن علي، عن أبيه الحسين، عن جده الذي هو علي بن أبي طالب، عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقرر ما سبق من أن هذا الأمر كان منهيا عنه في آل البيت وفي المدينة، وهذا يفيدنا بفوائد العبرة والعظة لهؤلاء الروافض إن كانت قلوبهم تعي، من أن ما يفعلونه عند القبور مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف لسنة آل البيت الذين يعظمونهم.